في الكوارث والزلازل يعتمد على الكلاب لقدرتها على معرفة أماكن الضحايا أو العالقين تحت الأنقاض، فقد ساهمت الكلبة المدربة سيلا في إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطيا التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلزال. وزارة الدفاع التركية أكدت أن سيلا كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية، مؤكدة عثورها على أشخاص تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ وساهمت في إخراجهم. يمكن للكلاب وفقا لخبراء أن تشتم رائحة العرق أو الهرمونات أو الدم أو البراز أو حتى أنفاس الناس، في حين يؤكد الخبراء أن كلاب الإنقاذ ما زالت أفضل من الروبوتات في الكوارث الطبيعية نظرا لقدراتها، حيث تعجز الروبوتات عن الكشف الحسي الذي تمتلكه الكلاب. وخلال الحرب العالمية الأولى ظهر دور جديد للكلاب في العثور على الجرحى والمصابين، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من فرق الإنقاذ والبحث. إذ تتمتع الكلاب بقدرة فائقة على تتبع آثار وأماكن الضحايا والعالقين. معنا من ريف إدلب عبد الحليم شهاب، مدير مركز عمليات في الدفاع المدني السوري. صباح الخير عبد الحليم وأهلا بك معنا، يعطيكم العافية على كل الجهود التي تبذل لإنقاذ من بقي حيا، ربما يعني نتمنى ذلك. عبد الحليم، نتحدث بداية عن الوسائل الإنقاذ المتبعة الآن في سوريا، ومنها الحيوانات المدربة، الكلاب تحديدا، كم ساهمت في إنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض أو الكشف عن الجثث؟ بداية نترحم على ضحايا الزلزال في كل الأماكن التي طالها هذا الزلزال، ونسأل الله لهم الرحمة والغفران والصبر لذويهم. طبعا لا يخفى أن الوسائل العمل في لدى الدفاع المدني السوري في تركيا في سوريا تحديدا هي وسائل بدائية، لم يتم الاعتماد بشكل كبير على الكلاب، حيث أن فرق الدفاع المدني لا تملك أي خاصية، لا تملك أي ميزة. معظم أعمالنا اقتصرت على البحث النسب من خلال الإنسان، من خلال الطرق والنداء وتقبل الأصوات. في بعض الأماكن نوجد بعض الكلاب التي تم الاستعانة بها للوصول إلى بعض الضحايا في منطقة جنديرس، تمكنت هذه الكلاب من الوصول لعدد لا يذكر من الضحايا كونها هي غير مخصصة أصلا لعمليات البحث والإنقاذ. ففي سوريا في ولاية الدفاع المدني السوري تحديدا خاصيه الكلاب المدربه غير مفعله في الوقت الحالي. نعم. سيد شهاب، انتم استخدمتم الكلاب تقريبا الى غايه حصار حلب، وبالتالي لديكم خبره في هذا المجال. ما المهارات التي تمتلكها الكلاب ومن الممكن ان يعني يستفيد بها فرق او تستفيد بها فرق الانقاذ في انقاذ الضحايا وانتشالهم؟ وهل هنالك أصناف خاصة من الكلاب لديها هذه المهارات؟ بالطبع هناك كثير من الحيوانات التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الضحايا، ولكن نخص بالذكر
الكلاب كونها تمتلك خاصية الشب، فهي كما ذكرنا تملك 300 مليون مستقبل أو مستشعر للشم، وهذا يفوق حاسة الشم لدى الإنسان. من الممكن أنه هي الكلاب طبعا تكون مدربة مسبقا، لا يمكن أن تكون أي نوع من أنواع الكلاب هي اللي قادرة على تقبل التدريب والقيام بهي المهمة. فلا يمكن أن يكون لكلب واحد يقوم بكل المهام، هناك مهام كثيرة ممكن تدريب الكلاب عليها من بحث واستدلال واستقصاء، ولكن كل كلب راح يكون مدرب على آلية عمل معينة واحدة لكي لا يتم تشتيت الكلب أثناء العمل. عبد الحليم، ذكرت أن هناك أنواع عديدة من الحيوانات تقوم بهذه المهمة، ما هي الحيوانات التي لديها قدرة فطرية على شم العرق والهرمونات والدم والتمييز بين الأحياء والأموات، إضافة إلى طرق التدريب؟ ما أشهر وأكثر طرق التدريب معرفة لدى فرق الإنقاذ حتى الآن؟ طبعا ممكن ان نذكر مثال اخر غير الكلب اللي هو الفأر، هو اكثر هو ياتي في المرحله الثانيه بعد الكلب على التدرب على استقبال حاسه الشم. الكلب والكلب تحديدا هو قادر مثل ما ذكرنا على استقبال رائحه الدم او رائحه الهرمونات المنبعثه من الجسم. يتم تدريب الكلاب وهي في مرحله الصغر، يجب ان تستكمل عمليه التدريب لمده سنه على الاقل، ولا يتم وضعها في العمل الا بعد سنتين. طبعا هناك اشارات لفظيه واشاره ومحاكاه للاوامر التي يجب ان يقوم فيها الكلب حتى يكون قادر على الانصياع وقادر على سيد شهاب، في هذه النقطه بالتحديد يعني كيف تتم آلية التواصل بين عون الإنقاذ وبين الكلب؟ ما هي آلية التواصل؟ تحدثت عن لغة بينكما، كيف؟ حقيقة هناك أسلوبين، الأسلوب الأول هو اللغة اللفظية التي يتم من خلال إصدار الصوت، بالإضافة إلى محاكاة حركية لتنفيذ الأمر. من خلال هذه الحركة يتم مع تقديم الطعام للكلب يتم الوصل والاتصال بين قائد الكلب وبين الكلب لتنفيذ المهام المطلوبة. طيب، هناك أيضا تحديثات في إطار الكشف عن ناجين أو جثث الضحايا عبر استخدام روبوتات صغيرة، وهذه الروبوتات مزودة بكاميرات لأشعة تحت الحمراء. هل يمكن أن تكون هذه الروبوتات الصغيرة بديلا يوما ما عن الحيوانات المدربة؟ الروبوتات قد تكون موجودة، ولكن لا يمكن أن تكون هي البديلة. لا يمكن الاستغناء ابدا عن الكلاب في البحث عن الضحايا. الكلاب قادره على العمل في مختلف الظروف الجويه، سواء كان في المطر او في البرد او في غيره. الكلاب لا تحتاج الى انترنت، الكلاب لا تحتاج الى تيار كهربائي، فبالتالي لا يمكن الاستغناء ابدا عن الكلاب ببديل هو الروبوت. قد يكون الروبوت قد حقق إنجاز وقد يكون قادر على فعلا استقصاء وتتبع الضحايا، ولكن لن يكون أبدا هو البديل عن الكلاب. العامة من الناس في العادة يربون كلابا في منازلهم، هل يمكن مثلا لهؤلاء الحصول على تدريب خاص لكلابهم لاستخدامه في هذا المجال في حالات الضرورة مثلا؟ طبعا بدايه اذا اردنا ان نقول ان هذا الاجسام يقوم بتدريب الكلاب على التقصي والبحث، يجب ان يكون هو بدايه مدرب او استقطاب مدربين لتدريب الكلاب، بالاضافه لنوعيه الكلب المتواجد. يعني كما ذكرنا ان هناك كلاب قادره على تنفيذ هذه المهمه، وهناك كلاب هي منزليه غير قادره على تنفيذ هذه المهمه. ذكرت أن هناك خصائص معينة لكل نوع من أنواع الكلاب في طرق الإنقاذ والبحث عن مفقودين وعالقين تحت الأنقاض. هل يعتبر الكلب الراعي الألماني هو الأفضل في هذا الإطار؟ من الممكن أن يكون هو أفضل الكلاب حاليا، لأن هناك الخصائص المعينة التي يجب أن تتواجد في الكلب، وهي القوة الجسمانية، وهي النباهة، هي
الانتباه واليقظه، بالاضافه للنشاط تكون هي متواجده بكثره لدى هذا الكلب، بالاضافه للذكاء وحاسه الشمس الشم التي يجتمع فيها كل فصائل الكلاب التي ذكرت. شكرا جزيلا لك عبد الرحيم الشهاب، مدير مركز العمليات في الدفاع المدني السوري، حدثتنا من إدلب. شكرا جزيلا.